وبحكم عوامل التكامل الاقتصادي والاجتماعي بين محافظتي صلاح الدين وكركوك، شهدت الأخيرة انطلاق مهرجان التسوق العراقي الثالث بمحافظة كركوك، ويضم المهرجان أعمالا يدوية متنوعة عرضت بأسعار تنافسية وحرفية عالية. وأكد المتسوقون أن ما تم عرضه يعد منافسا للكثير من الصناعات المحلية وحتى الأجنبية. عبر المشاركون عن سرورهم بالأعداد الوافدة التي شجعت على مواصلة أصحاب المواهب والمهن اليدوية الاستمرار بمشاريعهم الصغيرة كفرصة عمل لتأمين شيء من متطلبات الحياة في ظل أزمات اقتصادية متعاقبة تعصف باقتصاد العراق. اليوم تشهد محافظة كركوك مهرجان التسوق العراقي الثالث للأعمال اليدوية اللي تنمي مهارات الشاب والشابة الكركوكية والعراقية بهكذا مهرجانات لطرح مهاراتهم في هذه الأعمال ولتنعش السوق الكركوك لي بالأخص بهكذا مشاريع صغيرة تدعم الطاقة الشبابية في كركوك. وهذا الانتعاش يدل على جهود الإدارة المحلية بتوفير الأمن والأمان لهذه المحافظة لكي تشهد هكذا مهرجانات وهكذا انتشار للمنتج المحلي. هذا المهرجان هو شيء رائع جدا. المنتجات اللي شاهدناها هي منتجات وطنية، أعمال رائعة تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى دعم أصحابها لكونها هذه مشاريع صغيرة مدرة لدخولهم، ولكن لو وسعت هذه الأعمال لكانت هي جزء مهم في دعم القطاع الخاص، هذا القطاع الذي أهمل وبالتالي أثر تأثير كبير جدا على البطالة التي نشاهدها اليوم. هذا أولا. ثانيا، هناك رسالة راقية ورائعة جدا اليوم لاحظناها في هذا المهرجان، هي رسالة التآخي، رسالة السلام، رسالة المحبة بين شعب وأهالي كركوك. لما نجد في كل عمل من هذه الأعمال هنالك شباب مشتركين في هذه الأعمال، نجدهم من القوميات المختلفة، كردي، عربي، تركماني، مع بعض منتجين صناعتهم وبضاعتهم بكل حب وتآخي. هذه رسالة لكل من يحاول أن يعبث بأمن هذه المحافظة. المهرجان يعني التسوق الثالث عن كل شيء موجود، يعني عن شغل ايد موجود وعن اكلات البيتي، وثاني شيء احنا شرزات دانية متوفر عندنا، عندنا فرعين كركوك واربيل. شنو هذا المنتج؟ عرض المنتجات العراقية خالصة فقط؟ اكيد يعني محلي كله. يعني من داخل العراق؟ داخل العراق وكركوك. كم يوم استمر؟ 17 يوم إن شاء الله. شلون شفت الأخبار؟ والله كل زين الحمد لله، يعني الوضع مستقر وكلش واضح، يعني أخبار الناس أكون ناس تجون؟ إيه ناس الحمد لله مستقرين، وناس يعني يجون عربي كردي تركماني، ما في أي فارق إن شاء الله بيناتنا. أهلا وسهلا بكم قناة صلاح الدين، أهلا وسهلا بكم مهرجان كركوك الثالث للتسوق. ما شاء الله الإقبال كلش كبير. بالساعات الأولى إحنا ما شاء الله فتحنا بالمهرجان وإقبال كبير جدا، والزوار هواية ومن كل أصناف مدينة كركوك. إحنا شركة بيت الميكانيك وشركة بيت البراغي شاركنا بهذا المهرجان. إحنا منتجاتنا براندات عالمية عندنا، وعندنا تصنيع عراقي أيضا. إحنا جاي نصنع الأنجر بولت ونصنع اليو بولت، كلها نصنعها بداخل مدينة كركوك. نعم، إنتاجها عراقية 100%. نطلع الأسنان مال البراغي بكل أحجامها.